وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الناشط المدني عصام صفار. سيد عصام مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد عصام، يعني قمتم اليوم بوقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم، لو تطلعنا أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع. تفاصيل هذا الموضوع، والله في ملتقى قامت قناة تناصح بتخطيطها قام في جديد، اتفق أهل المعتقلين على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجمع المحاكم، والحمد لله تكلل سعي الجميع بالنجاح ولقت حضور ممتاز جدا الصراحة، يعني غير متوقع، يعني بصراحة يعني الجميع غير متوقع الحضور ده. وأنا حسب ما فهمت توا إن دخلوا حتى على المحامي العام والنائب العام وقالوا لهم في غضون 3 أيام سوف يتم عرض جميع المعتقلين على النيابة إن شاء الله. نعم. وعموما أهل المعتقلين عازمين على الاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية كل يوم أحد حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومطالبهم مطالب مشروعة ألا وهي تحقيق العدل وتطبيق القانون، وهذا من وعرض أبنائهم بسيط جدا، يعني عرض أبنائهم الذين لم يحاكموا حتى الآن، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق يا أخوي. نعم. يعني إذا تؤكد يعني سيد عصام أنكم لقيتم استجابة بعد هذه الوقفة من النائب العام بخصوص المعتقلين الذين لم تتم محاكمتهم حتى الآن. سيد عصام هل تسمعني جيدا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. ما نسمع بشيء، دوشة بكم. سيد عصام أنت على الهواء. راهو في صوت تلفزيون ولا حاجة مشوش علينا. سيد عصام. أيوة أكيد الصوت واضح، مبكر يعني حتى السؤال ما نسمعش فيه راهو. نعم. سيد عصام، يعني كنت قد سألتك قبل قليل يعني بأنكم لقيتم استجابة من النائب العام والمحامي العام بخصوص المواطنين الذين اعتقلوا ولم تتم محاكمتهم حتى الآن. صحيح. نعم مشكور. نعم تفضل. أعطوا وعود للمحتجين بأن يتم عرض جميع المعتقلين وسوف يباشر في هذا الأمر في غضون 3 أيام. نعم وصلت الفكرة. سيد عصام صفار الناشط المدني كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.